بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحب بكم في المحاضرة الأخيرة من كورس الديجيتال اي سي ديزاين. المحاضرة دي إن شاء الله هنختم بها الكورس الطويل بتاعنا، واحد من أطول الكورسات في الحقيقة، رقم 30. هنتكلم فيها على الديزاين ميثودز، يعني هنحاول بقى نبص كده بطريقة بقى عملية. لو أنا دلوقتي ديزاينر وعايز أبني سيستم معين، عايز أعمل برودكت معين، إيه الالترناتيفز أو الأوبشنز اللي موجودة قدامي، وإزاي إن أنا أختار، وإزاي إن أنا أختار ما بين الالترناتيفز أو الأوبشنز دي. طيب دلوقتي لو أنت عايز تعمل برودكت جديد، أنت عايز تعمل أي حاجة بقى من تفيد في أي ماركت نيد، خد بالكوا يا جماعة إن في حاجة إحنا مش فاهمينها، إن إحنا في كتير من الأحيان بنبقى عايزين نقلد البرودكتس اللي موجودة بره، والبرودكتس اللي موجوده بره في معظم الاحيان بتادرس ماركت نيدز موجوده بره. احيانا ماركت نيدز بتكون مشتركه، يعني احنا بيكون عندنا نفس الماركت نيد، بس اللي احنا مفتقدينه في الحقيقه بقى ان احنا يكون عندنا الكترونيك برودكتس تخدم الماركت بتاعنا، تادابت للنيدز بتاعتنا، للمجتمع بتاعنا، لحاجات الناس بتوعنا. واحنا عندنا ناس كتير قوي، يعني احنا عندنا ناس بالملايين، فلو انت عملت برودكت يقدر ان هو يخدم الناس دي، ممكن برضو تبقى تعمل ارباح بالملايين وتعمل ستارت ابس وتنجح. بس ان احنا نفكر بطريقه ان احنا ازاي نعمل برودكت زي ما قلنا متوافقه مع حاجات المجتمع بتاعنا. فانت عايز تعمل بقى برودكت، واحنا بنسمع كتير بقى دلوقتي الباز ووردز بتاعه الاي او تي والارتفيشال انتليجنس والقصص دي كلها. فسي انت عايز تعمل برودكت بقى، يبقى اي او تي برودكت وتدخل فيه اي اي وشويه كلام من ده، ازاي تيمبلمنت البرودكت بتاعك ده؟ عايز تعمل ويرابل ديفايس، عايز تعمل حاجه تكون للمراقبه، للزراعه، للصناعه، لاي حد من من اليوزرز الموجودين في الماركت. طيب دلوقتي انت عندك اوبشنز كتيره في الحقيقه عشان تعمل الكترونيك سيستم، او عشان تعمل يعني بمعنى اخص سيموس سيستم، ان بما باعتبار ان السيموس تكنولوجي قلنا هي الدوميننت تكنولوجي في الحقيقه في الماركت بتاع الالكترونكس. طب ايه الاوبشنز اللي قدامك دي؟ عندك الاوبشنز دي كلها في الحقيقه. عندك الاوبشن بتاع انك تستعمل مايكرو بروسيسور او دي اس بي، الاوبشن بانك تستعمل بروجرامبل لوجيك، الاوبشن انك تستعمل جيت اري او سي اوف جيتس، الاوبشن انك تعمل سيل بيزد ديزاين، الاوبشن انك تعمل فول كاستم ديزاين، والاوبشن انك تعمل بلاتفورم بيزد ديزاين. كل دي اوبشنز قدامك كسيستم ديزاينر لما تيجي تديزاين زي ما قلنا البرودكت او السيستم بتاعك. قبل ما نتكلم على الاوبشنز دي بقى بالتفصيل والميزات والعيوب بتاعت كل واحد فيهم، لازم ناخد ملاحظه مهمه جدا جدا تخليها معاك طول ما انت ماشي في الشابتر ده، وفي اي وقت انت هتديزاين السيستم او هتديزاين اي حاجه في الدنيا في الحقيقه، سواء بتتكلم بقى على سيستم، على سوفت وير، على اي حاجه، ان انت نيفر ديزاين ا فول كاستم تشيب او ا فول كاستم سوليوشن بمعنى اخر لما يكون في اوف ذا شيلف سوليوشن بيميت الريكويرمنتس بتاعتك. يعني ايه؟ يعني لو انت في حاجه اوف ذا شيلف، حاجه موجوده على الرف ممكن تشتريها على طول بتميت الريكويرمنتس بتاعتك، اشتريها وحطها في السيستم بتاعك على طول، وما تقعدش تعملها تاني فروم سكراتش، ما تقعدش تعملها فول كاستم تاني. بغض النظر ما انت عايز تعمل ايه، لو انت عايز تعمل سوفت وير فور اكزامبل، السوفت وير ده انت عايز تعمل فيه جزء يعمل بلوتينج مثلا، هل اروح اكتب البلوتينج لايبراري فروم سكراتش؟ لا طبعا، لو انت في حد عمل بلوتينج لايبراري قبل كده بتميت الريكويرمنتس بتاعتك، خد البلوتينج لايبراري بتاعته وحطها عندك، وابدا انت ركز على الجزء اللي بيدفرنشيت السيستم بتاعك. انك تعمل بلوتينج دي مش حاجه هتدفرنشيت السيستم، كل الناس بتعمل بلوتينج في السوفت وير بتاعها، انت عندك حاجه تانية في السوفت وير بتاعك فور اكزامبل هتدفرنشيت السوفت وير. فروح هات حاجات اوف ذا شيلف وخلي تركيزك انت على الحاجه اللي هتدفرنشيت الايه، اللي هتدفرنشيت البرودكت بتاعك. نفس الحكايه برضو انت بالديزاين هاردوير، لو في تشيب اوف ذا شيلف بتحقق الريكويرمنتس اللي انت عايزها، خدها وحطها عندك في السيستم طالما هي بتميت الاوفرول ريكويرمنتس بتاعتك، ما تقعدش تعمل كل حاجه فروم سكراتش. لو انت قعدت تعمل كل حاجه فروم سكراتش هتضيع حاجه مهمه جدا 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 بنسميها التي تي ام، اللي هو التايم تو ماركت. هيبقى التايم تو ماركت بتاعك طويل، فبالتالي هتخسر الماركت شير قدام الكومبيتيتورز بتوعك، وهيبقى عندك زي ما خدنا بقى ايام محاضره الاي سي ديزاين ايكونومكس، هيبقى عندك ان ار ايز رهيبه، نون ريكارنج انجينيرنج كوست، عشان تقعد تعمل ديفلوبمنت كل حاجه فروم سكراتش هيكون عندك ان ار ايز رهيبه، فبالتالي مش هتقدر ان انت تنافس في السوق. طب تعالوا نمسك بقى الالترناتيفز دي كلها كده بقى واحد واحد ونتكلم عليهم. اول الالترناتيف في الحقيقه انك تستعمل مايكرو بروسيسور او دي اس بي، اللي هو ده هيبقى اسرع وانجح حل عشان تحل سيستم ديزاين بروبلم. طبعا دلوقتي بقى
ما فيش تشيبس مايكرو بروسيسورز فقط لغير لو انت بتعمل برودكتس، يعني انت بتشتري مايكرو كنترولر. في الحقيقه ايه هو المايكرو كنترولر ده؟ المايكرو كنترولر ده عباره عن MPU يعني مايكرو بروسيسور يونت، وام سي يو معناها مايكرو كنترولر يونت. المايكرو كنترولر ده عباره عن البروسيسور ومعاه حاجات زياده. ايه الحاجات الزياده دي؟ بروسيسور ومعاه ميموري ومعاه اي اوز بريفرنس. بريفرنس دي بقى ممكن يكون فيها ديجيتال بريفرنس، ممكن فيها انالوج كمان بريفرنس، انت بيكون فيها ADCs وداكس، كل ده على سنجل تشيب. فانت عندك في الحقيقه كومبليت سيستم على سنجل تشيب، تقدر تحل بيه سيستم ديزاين بروبلم وذ مينيمم كوست. فده هو اول حل تفكر فيه لو انت عايز تعمل اي الكترونيك سيستم. طب ايه المايكرو كنترولرز المتاحه في السوق؟ طبعا في شركات كتيره جدا 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 بتبيع مايكرو كنترولرز، والبروبرتيز والسبيكس بتاعت الكنترولرز دي بتفاري فاريشن كبير قوي. في عندك حاجات فيري لو كوست، وعندك حاجات فيري هاي اند. طبعا بالنسبه للكوميرشال برودكتس بقى اللي هي البسيطه، من الحاجات المشهوره مايكرو تشيب بيك، وكان برضو في زمان اتمل اي في ار، وبعد كده في الحقيقه مايكرو تشيب اشترت اتمل سنه 2016، فبقى الاي في ار ده برضو بتاع ايه؟ بتاع شركه مايكرو تشيب. برضو في شركه سايبرس مشهوره بالمايكرو كنترولرز اللي فيها يو اس بي انترفيسز، وبرضو عندهم فاميلي بيكون فيها انالوج بروجرامبل بلوكس مع ديجيتال برضو بروجرامبل بلوكس، اللي هي البي سوك فاميلي، بروجرامبل اس او سي، بروجرامبل سيستم اون تشيب. في شركات طبعا ثانيه كتير شغاله في الايه في الماركت بتاع المايكرو كنترولرز. طيب عندك برضو حاجه ثانيه بنسميها الدي اس بيز. دي اس بيز اللي هي ديجيتال سيجنال بروسيسورز، والدي اس بيز بتكون ديزايند سبيسيفيكالي عشان الابلكيشنز اللي فيها هيفي ديجيتال سيجنال بروسيسنج، عشان كده اسمها دي اس بيز. طيب ايه الابلكيشنز اللي فيها هيفي ديجيتال سيجنال بروسيسنج؟ زي عمليات الديجيتال فلترنج، عمليات الاف اف تي، الحاجات دي كلها. وفي الحقيقه دلوقتي بقت كل الحاجات بتمرج مع بعض، يعني بقى في مايكرو كنترولرز في الحقيقه فيهم دي اس بي يونتس، وبقت الدي اس بيز فيها بريفرالز شبه البريفرالز بتاعت المايكرو كنترولرز. فزي ما كده الموبايل بقى شبه التابلت، بقى شبه اللابتوب، برضو المايكرو كنترولرز بقت شبه الدي اس بيز، والدي اس بيز شبه المايكرو كنترولرز. دلوقتي من الشركات المشهوره في عالم الدي اس بيز اي دي اي وتي اي. اي دي اي طبعا اللي هي انالوج ديفايسز، وتي اي اللي هي تكساس انسترومنتس. اللي بيفرق بقى الاحد في الاطر الرئيسيه ما بين الدي اس بيز وما بين المايكرو كنترولرز، ان في الدي اس بيز بيكون عندك بلوكس تعمل عمليه الماك اللي هي مالتيبلاي اند اكيوميليت، اللي هي عمليه ضرب وعمليه جمع. فبتقدر تعمل العمليه دي بافيشنسي عاليه جدا وبسرعه عاليه جدا، وباراليل لازم تعمل كذا عمليه في نفس الوقت، لان العمليه دي بنحتاجها في الحقيقه بكثافه جدا وانت بتعمل ديجيتال فلترنج. لكن لو جيت تعمل نفس العمليه باستعمال مايكرو كنترولر عادي في الحقيقه ما فيهوش دي اس بي كابابيلتي، عمليه المالتيبليكيشن دي هتاخد عدد كبير جدا من السايكلز، هيبقى البرفورمانس بتاعك برفورمانس ضعيف جدا جدا، مش هيناسب معظم الابلكيشنز. برضو من الحاجات المهمه اللي تاخدها في اعتبارك وانت بتديزاين سيستم في مايكرو بروسيسور، ان انت لو انت ناوي قدام انك تعمل انتجريشن، يعني ساعات يا جماعه البرودكتس بتمر بكذا فيز، يعني اول فيز مثلا انا هستعمل مايكرو كنترولر اوف ذا شيلف، وهجيب برضو شويه تشيبس ثانيه اوف ذا شيلف كده، وهوصل التشيبس دي كده ببعض، هجيب تشيب رئيسيه اللي هي المايكرو كنترولر فور اكزامبل او مايكرو بروسيسور، وهجيب شويه تشيبس ثانيه وابني الايه، وابني البورده بتاعتي اللي هي هتبقى هي الالكترونيك برودكت بتاعي. بس انا قدام ناوي ان لو المشروع نجح عشان اقلل الكوست واقلل السايز واقلل الويت وحسن في البرفورمانس، ناوي ان انا اعمل انتجريشن احط في الاخر كل الحاجات دي على سنجل تشيب. يعني ناوي انا قدام لو المشروع بتاعي نجح زي ما هنشوف بقى، ان انا اعمل تشيب بتاعتي يكون فيها كل الحاجات دي on a single chip. ساعتها بقى مفروض تعمل ايه؟ ساعتها لما تروح تختار مايكرو بروسيسور، روح اختار مايكرو بروسيسور available in embedded form. يعني embedded form زي ما كنا بنتكلم كده على embedded DRAM، ان هي DRAM تتحط على الchip. embedded flash يعني flash تتحط على الchip. embedded processor يعني ايه؟ يعني processor available as IP، بروسيسور على بعض كده available as IP core. ممكن لما اجي اعمل بقى ديزاين للتشيب بتاعتي، خد بالك ان هنا بتكلم على كنت على بي سي بي، بتكلم على بي سي بي، وكل دي ديفرنت تشيبس انا جايبها كده اوف ذا شيلف، رحت اشتريتها من الايه، من دي جي كي ولا من ناوسر ولا من اي سبلاير تاني، وجمعت البرودكت ايه
جمعت البرودكت بتاعي. بعد كده لما اجي اعمل بقى التشيب بتاعتي، لما اجي اعمل الاس او سي بتاعي، هيكون في قلب الاس او سي ده انا برضو محتاج ايه؟ انا برضو محتاج مايكرو بروسيسور يونت. هل اقعد اعمل المايكرو بروسيسور ده فروم سكراتش؟ طبعا لا، مفيش حد بيعمل مايكرو بروسيسور فروم ايه، فروم سكراتش يعني فيما نظر زي ما هنتكلم دلوقتي. يعني امال ايه؟ تروح تشتري كور. طب اروح اشتري كور من مين؟ اشهر شركه على الاطلاق في عالم الامبيدد بتبيع بروسيسور كورز هي شركه ارم، وهي عندها اكبر شير في الايه في السوق في عالم الايه في عالم الامبيدد بروسيسورز. وصعب جدا انك تنافس في الحقيقه، لان انت محتاج ايكو سيستم كامل. بايكو سيستم كامل ده يعني محتاج تولز، سوفت وير تولز، ومحتاج فيريفيكيشن، ومحتاج كوميونتي، ومحتاج لايبراريز. يعني قصه طويله، فصعب ان حد يبنتريت الماركت ده. احد بقى المحاولات الحديثه اللي بتحاول ان هي تبنتريت الماركت بتاع الامبيدد بروسيسورز هي الريسك 5. ريسك 5 هو في الحقيقة open source project، لكن في بقى شركة اللي اسمها ساي 5 بتحاول ان هي تكمرشلايز بقى، تعمل كمرشلايزيشن للريسك 5 كورز. فالاوبشن ده بيتيح لك بقى لو انا رحت استعملت مايكرو كنترولر بيزد على ARM for example، وبعد كده عايز اعمل بقى التشيب بتاعتي، هروح اشتري ARM كور. فبالتالي نفس الكود اللي انا كنت كاتبه على المايكرو كنترولر على المايكرو كنترولر بتاعي هقدر استعمله تاني لما اروح اعمل بقى التشيب بتاعتي. يعني لما اروح اعمل التشيب بتاعتي هقدر اريوز الكود اللي انا كنت كاتبه، لان انا كنت كاتب الكود ده فور ذا سيم بروسيسور، فور ذا سيم تايب اوف ايه، فور ذا سيم تايب اوف بروسيسور. فزي ما قلنا في اشهر زي وانا شركه في عالم الامبيدد كورز هي شركه ارم، وزي وانا النجم الصاعد بقى دلوقتي الصاعد الواعد هو الريسك 5. قبل كده برضو كان في حاجات بوبولار اللي هي زي الميبس، كنا اتكلمنا عليه يمكن قبل كده، بس الميبس البوبولاريتي بتاعته بتقل دلوقتي قصاد طبعا الريسك 5. برضو كان في حاجه اسمها باور بي سي من اي بي ام، لكن في الامبيدد ماركت يعني الارم زي ما قلنا هي رقم واحد، وريسك 5 هو اللي بيحاول الى حد ما يبدا يبقى يليه دلوقتي وجود في الماركت. طب هل في شركه بقى تانية ممكن تيجي وتنافس مثلا ارم وريسك 5، يعني تعمل برضو ارم كورز؟ طبعا بالنسبه لارم ما ينفعش، مفيش شركه تقدر تعمل ارم كورز، لان ارمز محمي بايه؟ محمي بكوبي رايتس وباتنتس وقصه طويله كده. فبالتالي ما حدش يقدر يعمل ارم كور غير شركه ايه؟ غير شركه ارم. بالنسبه للريسك 5 هو في الحقيقه اوبن ايه، هو في الحقيقه اوبن ستاندرد في الحقيقه، فاي شركه ممكن هي تعمل ريسك 5 كورز. لكن ساي 5 يعني بيحاولوا ان هم ديفرنشيتو ذم سيلفز، هم بيقولوا بقى ان هم احنا اللي عملنا ريسك 5 فبالتالي احنا احسن ناس نعمل برضو ايه، نعمل ريسك 5 كورز. لكن من ناحيه المبدا ممكن اي شركه تانية تعمل برضو ريسك 5 كورز. طب افرض بقى ان السيستم ريكويرمنتس بتاعتك بقى المايكرو كنترولر او الدي اس بي مش بيحققها، ساعتها لازم اعمل ايه؟ ساعتها لازم بقى تطلع خطوه كمان في الايه، تطلع خطوه كمان في السلم. طب اطلع خطوه كمان في السلم بقى، اروح ناحيه ايه؟ تروح ناحيه البروجرامبل لوجيك. طب امتى اسيب المايكرو بروسيسور واروح للبروجرامبل لوجيك؟ في كذا فاكتور في الحقيقه ممكن يخلوك تعمل كده. الفاكتورز دي هي ايه؟ هي الكوست والسبيد والاي اوز والباراليزم والباور ديسيبيشن. كل الفاكتورز دي ممكن تخليك تسيب الاوبشن بتاع المايكرو كنترولر وتروح للاوبشن بتاع البروجرامبل لوجيك. طيب يعني ايه؟ يعني ايه الفاكتورز دي؟ طيب تعال نفكر مع بعض كده. الاول المايكرو بروسيسور بيعمل ايه؟ بيبقى عنده شويه انستراكشنز كده، وبعد كده بينفذ الانستراكشنز دي سيريالي، بينفذ اول انستراكشن بعد كده ثاني انستراكشن ثالث انستراكشن رابع انستراكشن. حتى لو انت عندك مالتي كورز بس عدد في الاخر عدد الكورز هيكون محدود، وعشان في الحقيقه بقى تعمل تعاون ما بين الكورز دول ان ما يحصلش بقى هازردز، موضوع بيكون مش ايه، موضوع بيكون مش سهل. فطريقه المايكرو كنترولر او مايكرو بروسيسور هي عمليه سيريال بروسيسنج، ماشي انستراكشن ورا انستراكشن. ده مختلف تماما بقى عن انك تعمل اللوجيك بتاعك، انك تعمل بروجرامبل لوجيك. لما تعمل بروجرامبل لوجيك فانت عندك كل السيركتس بتاعتك شغاله ان بارل، عندك سيركت A شغاله ان بارل مع سيركت B، شغاله ان بارل مع سيركت C، شغاله ان بارل مع سيركت D. فانت عندك باراليزم قوي جدا جدا، فتقدر البروسيسور بتاعك هيعمله في تايم اكس، انت ممكن تعمله في اكس على 10 او يمكن كمان اكس على 100. فدي ميزه الباراليزم، ودي بتترجم في الاخر لبرده سبيد اعلى بكتير في الايه، في البروجرامبل لوجيك. طب برده من الايه، من الفروقات المهمه هي الاي اوز. يعني ايه الاي اوز؟ المايكرو كنترولر بيكون ليه عدد من الايه، او طبعا المايكرو بروسيسور او المايكرو كنترولر بيكون التشيب بتاعتك فيها عدد من البينز،
اهو هي دي تبقى الاي اوز بتاعتك، البينز اللي انا باخد منها الداتا او بكتب عليها الاي او بكتب عليها الداتا. رقم واحد بالنسبه للمايكرو كنترولر ان عدد البينز دي بيكون اقل من الاف بي جي ايز. طبعا لما نتكلم على بروجرامبل لوجيك دلوقتي فاحنا بنقصد بيها الاف بي جي ايز حاليا. عالم البروجرامبل لوجيك دلوقتي هو عالم الاف بي جي ايز. فرقم واحد الاف بي جي ايز بيكون فيها عدد اكبر بكتير من البينز. رقم اتنين ان انا اغير في البينز بتاعت الاف جي اي اسرع بكتير جدا، ان انا اقرا او اكتب من البينز بتاعت الاف جي اي اسرع بكتير جدا من ان انا اقرا او اكتب من البينز بتاعت المايكرو كنترولر. ليه؟ عشان اقرا واكتب في البينز بتاعت المايكرو كنترولر ده معناه ان انا بكتب في ريجستر وبقرا في ريجستر، فبالتالي ببقى محدود بقى بالايه بالانستراكشنز بتاعتي زي ما قلت اللي هي بتتنفذ بطريقه ايه بتتنفذ بطريقه سيريالي. لكن انا في الاف جي اي انا ممكن ان انا اغير في عدد كبير جدا من البينز سيمالتينيوسلي، لان انا التشيب بتاعتي شغاله ان بارالل، فكل جزء من التشيب رايح ايه رايح يكلم باص معين في الايه في البين اوت بتاع الاف جي اي بقرا منه او بكتب فيه بطريقه بارالل بسرعه عاليه جدا اللي هي نفس سرعه البروسيسنج اللي بيتم في الايه اللي بيتم في التشيب نفسها. فيبقى انا عندي زي ما قلت ميزه اي اوز، ميزه باراليليزم، ميزه سبيد، ميزه الكوست بقى بتبقى طبعا بتختلف حسب نوع الكنترولر اللي انت عايزه اللي انت بتستعمله ونوع الاف جي اللي انت بتستعملها. يعني هيبقى الكوست هتبقى حسب الايه زي ما قلنا الريكويرمنتس والسبيكس، والباور ديسيبيشن هيبقى برضو في معظم الاحيان جاي لصالح الايه لصالح الاف جي ايز. فتاني هاكد بس على نقطه الاي اوز عشان هي مهمه. في حاله المايكرو بروسيسور زي ما قلنا بيكون البورتس بتاعتي، انا كل انا عندي هنا مثلا بورت A، بورت B، بورت C، بورت D، كل بورت عشان اتحكم فيه محتاج انستراكشن، والانستراكشنز دي بتتنفذ بطريقه سيريال، فبالتالي ما اقدرش اتحكم في لارج نمبر اوف اي اوز سيمالتينيوسلي ات هاي سبيد. في ناحيه الاف جي ايز الموضوع مختلف، رقم واحد عندي عدد اكبر من الاي اوز فبالتالي اقدر اكلم تشيبس اكتر، فدي ميزه ان انا يكون عندي عدد اكبر من الاي اوز، دي ميزه طبعا انا اقدر اكلم عدد اكبر من التشيبس اللي حواليا، اقدر اكلم بقى ميموريز، اقدر اكلم تشيبس تانية بتعمل دي اس بي، بتعمل اي حاجه انا عايزها، بتعمل انالوج ديجيتال كونفرجن، اي وظيفه من الوظائف التانية، وفي نفس الوقت بتحكم في كل البورتس دي سيمالتينيوسلي، انا ما عنديش مشكله السيريال بروسيسنج بتاعت الايه بتاعت المايكرو بروسيسور. وده بقى الايه اللي خلانا نقول ان الايه ان السبيد بقى مع مع الاي اوز مع الباراليزم الثلاثه دول كده كومبايند مع بعض هم دول اهم حاجه هيخلوك تروح للايه هيخلوك تروح للاوبشن بتاع البروجرامبل لوجيك بدل الاوبشن بتاع المايكرو كنترولرز. اول بقى موضوع البروجرامبل لوجيك ده بدا كان في الحقيقه بيزد على البي ال ايز اللي احنا خدناها في محاضره الايه الميموريز اللي هي البروجرامبل لوجيك اريز، فدي كانت بدايه البروجرامبل لوجيك. طبعا كانت الدنسي بتاعتها محدوده جدا وكانت ليميتد بالوايرنج وكان فيها لونج وايرز زي ما احنا شفنا كده، الاستراكشر بتاعها شبه الميموري في الحقيقه نفس الاستراكشر بتاع الميموري تقريبا. وبعمل بقى بروجرامنج لكل نود عن طريق يا اما بستعمل اي اي بي رام ترانزستور، يا اما بستعمل فيوز، يا اما بستعمل رام سيل. هي دي الطريقه اللي اعمل بيها اللي اقدر اعمل بيها البروجرامنج. فطبعا مش الثلاثه دول موجودين في نفس الوقت، ده بيقول لك ده اوبشن، ده اوبشن رقم واحد، ده اوبشن رقم اتنين، ده اوبشن رقم ثلاثة. اوبشن رقم واحد ده زي الفلاش بستعمل اي اي بي رام سيل ده اللي هو الفلوتنج جيت ايه الفلوتنج جيت ترانزستور. اوبشن رقم اتنين ان انا يكون عندي فيوز، فيوز ده يا اما سيبه كونكتد فيبقى الترانزستور موجود، يا اما ماشي فيه كارنت كبير فالفيوز يضرب فبالتالي يبقى كان الترانزستور ده مش ايه كان الترانزستور ده مش موجود. الاوبشن التالت ان انا استعمل رام سيل، ان يكون عندي هنا رام سيل بتتحكم فيه السيلكتور ترانزستور ده، لو ده اون يبقى الترانزستور ده موجود، لو ده اوف يبقى الترانزستور اللي تحت ده ما هواش ايه ما هواش موجود. فاقدر انفذ الايه اعمل بروجرامنج لوجيك فانكشن انا عايزها عن طريق الايه عن طريق الثري اوبشنز دول. ففي البدايه كان عندنا بروجرامبل لوجيك ديفايسز اللي هي البي ال ديز، وبعد كده زودوا في الكومبلكسز بتاعتها خلوا عندنا يعني عدد كبير من السب اريز فسموها كومبلكس بروجرامبل لوجيك ديفايسز او سي بي ال ديز. وزي ما قلنا ممكن اعمل بقى بروجرامنج للنودز بتاعتي عن طريق اي اوبشن من الثري اوبشنز دول. التكنولوجي بقى اللي تبعت بقى للسي بي ال ديز وفي الحقيقه هي اللي بقى اللي بتدومينيت البروجرامبل لوجيك ماركت دلوقتي هي الفيلد بروجرامبل جيت اريز او الاف بي جي ايز.
ال اف جي ايز اللي سمح بيها هو التقدم بقى الرهيب اللي حصل في السكيلينج داون بتاع السي موس تكنولوجي، وان انا بقى عندي فيري هاي دنسيتي اوف ترانزستورز اون شيب. فلو جينا نبص كده على المتريكس بتاعت ال اف جي اي، سواء بنتكلم بقى على كاباسيتي او سبيد او برايس او باور فيرسس النمبر اوف ييرز، يعني بدايه ال اف جي ايز كانت في الثمانينات، فهنلاقي ان الكاباسيتي بتاعتك في الحقيقه زادت اوردرز اوف ماجنيتيود، يعني زادت اولموست لما نبص هنا اكتر من 1000 اكس. اهو ده الكيرف كده بتاع الكاباسيتي. ولو جينا نبص على الكيرف بتاع السبيد، فالكيرف بتاع السبيد برضو زاد جدا، بس حصله ساتوريشن مع الباور وول اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده، بقى نفس الباور وول بتاع البروسيسورز ده هو نتيجه لموضوع الهيت ديسيبيشن. لو جينا نبص على البرايس، خد بالك البرايس هنا والباور بير لوجيك سيل، البرايس والباور حصل لهم سكيلينج داون عنيف جدا اهو، سواء بتكلم على برايس او بتكلم على باور باي اولموست 4 اوردرز اوف ماجنيتيود. التقدم الرهيب اللي حصل في الاف جي اس ده خلى الاف جي اس في الحقيقه هي البيست تشويس فور ماني برودكتس، خاصه لو انا بتكلم على لو اور ميديوم فوليوم. وهنقول ليه بقى تفرق الفوليوم هيفرق في الاختيار بتاعك ما بين الاف جي اس او الايسك، هنتكلم برضو عن الموضوع ده قدام. بس لو انت عندك لو فوليوم او ميديوم فوليوم هيكون احسن اوبشن بالنسبه لك هو الاف بي جي اي. وكمان الاف جي اس دلوقتي ما بقتش مجرد ان انا اروح اشتري اف جي اي كامله مثلا من زايلينكس او من التيرا او غيرهم، ده انا ممكن اعمل على السي موس تشيب بتاعتي يبقى فيه عندي كور عباره عن اف جي اي. طبعا لو انت هتاخد بقى الاي بي كور ده من حد او هتستعمل باتنس او كوبي رايت، طبعا تدفع فيز قدام الكلام ده كله، بس ممكن تخلي السي موس تشيب بتاعتك فيها جزء عباره عن امبيدد اف جي اي، والامبيدد اف جي اي على التشيب دي تبقى بروجرامبل، فده طبعا هيزود في الايه، هيزود في الفلكسبيليتي بتاعه التشيب بتاعتك. طب ال اف جي بقى من جوه بتبقى عباره عن ايه؟ طبعا كل مانيفاكتشرر بيبقى ليه كده ترمينولوجي خاصه بيه، لكن ان جنرال انا بيكون عندي مجموعه من الكونفيجرابل بلوكس، يعني ممكن نسميها سي ال بيز. سي ال بيز دي اختصار كونفيجرابل لوجيك بلوكس. طبعا اكبر شركه بتصنع اف جي في العالم هي زايلينكس، وبعدين السي ال بيز دي اقدر ان انا اوصلها ببعض بقى عن طريق برضو بروجرامبل سويتش فابريك بقى، اللي هي الراوتنج سويتشز دي كده. راوتنج سويتشز دي اقدر اتحكم ايه اللي متوصل بايه، فبالتالي اقدر ابني بقى اي لوجيك فانكشن انا عايزها عن طريق ان انا اوصل السي ال بيز دول ببعض، وبعدين برضو اوصل اي سيجنال انا عايزها بقى بالاي اوز، والاي اوز هما كمان بروجرامبل اقدر اتحكم في البروبرتيز بتاعتهم. طبعا ده بيديك فلكسبيليتي عاليه جدا، اقدر اعمل فيري كومبلكس لوجيك فانكشنز. وزي ما قلت بقى من اقوى الميزات في الاف جي ان انت عندك بارالل بروسيسنج، ما عندكش مشكله السيريال بروسيسنج بتاعه المايكرو بروسيسورز. طيب ازاي بقى بعمل الايه موضوع الكونفيجريشن بتاعي بقى ده، ازاي بكونفيجر سواء بقى بتكلم على اللوجيك بلوكس او بتكلم على الراوتنج اللي هي البروجرامبل راوتنج سويتشز. ممكن استعمل ستاتيك رام وممكن استعمل فلاش ميموري. ميزه الستاتيك رام ايه؟ ميزه الستاتيك رام ان هي فري مع اي سي موس تكنولوجي زي ما كنا قبل كده، فبالتالي اقدر استعمل الستيت اوف ذا ارت سي موس تكنولوجي، فبالتالي احصل على اكبر دنستي ممكنه واكبر بيرفورمانس ممكن. ميزه الفلاش ميموري ان انا هبقى نون فولاتايل، فبالتالي لما برمج الاف جي بتاعتي مش محتاج ان انا كل بقى مره مع الباور اب اقعد ابرمجها. خد بالك انا بستعمل ستاتيك رام، انا كده محتاج مع الاف جي اي بتاعتي، يعني هيبقى عندي الاف جي اي محتاج تشيب كمان جنبها في الحقيقه اخزن فيها الكونفيجريشن بتاع الاف جي اي، ولازم بقى مع الباور اب اروح اخد الكونفيجريشن اللي موجود في الايه في الاديشنال تشيب دي اروح انقله للايه، اروح انقله للاف جي اي بتاعتي. الكلام ده انا مش محتاجه لو انا استعملت ايه، لو انا استعملت التكنولوجي بتاعت الامبيدد فلاش. في التكنولوجي بتاعت الامبيدد فلاش انا هبرمج الاف جي اي مره واحده، فبالتالي اقدر ان انا ايه، اقدر ان انا اتخلص من التشيب دي ويبقى عندي الاف جي بتاعتي فقط لا غير. طبعا زي ما قلنا العيب ان انا هضطر ان انا استعمل سبيشاليتي تكنولوجي، فبالتالي مش هستفيد من الايه، من الهايست بوسيبل دنستي اللي موجوده في الستيت اوف ذا ارت تكنولوجيز. فكل بقى سي ال بي اقدر ان انا ابرمجها زي بالظبط اكني بعمل لوك اب تيبل، اكني بكتب التروث تيبل بتاع اللوجيك فانكشن اللي انا عايز اعملها، فبدخل اكني الانبوتس بتاعتي بختار وورد معينه في الميموري تبقى هي الاوتبوت بتاعي، اكني مسجل بالظبط زي ما قلنا التروث تيبل، او بنسميه بقى ان انا عملت لوك اب تيبل للوجيك فانكشن بتاعتي.
الاي او زي ما قلنا برضو هي كمان بتكون كونفيجربل، اقدر اخليها انبوت او اوتبوت او اخليها باي دايركشنال، واقدر كمان اتحكم في نوع الايه الاي او ستاندرد اللي هي بتستعمله. هل بتستعمل ستاندرد مثلا زي ال في سي موس 1.8 او 3.3؟ لان في الحقيقه بيبقى عندي مالتيبل بانكس، يعني انا عندي هنا بانك ممكن اخلي مثلا ده عباره عن بانك شغال بسبلاي فولتج مثلا 3.3، وده بانك تاني شغال بسبلاي فولتج مثلا 1.8، وده بانك تالت شغال بسبلاي فولتج مثلا 1.2. فده بيسمح للاف جي ان هي انترفيس مع كذا تشيب، وكل تشيب شغاله بسبلاي فولتج مختلف من غير بقى محتاج ان انا اعمل ليفل شيفترز او ان انا اعمل ليفل ترانسليترز. وممكن كمان بقى الاي او سيل دي اتحكم في الدرايفنج سترينث بتاعتها، يعني اتحكم في السلو ريت او الكارنت اللي هي بتطلعه عشان تعمل درايفنج. فبيبقى عندك اوبشنز كتيره جدا في الحقيقه لكل اي او سيل، وتقدر تتحكم في الايه البيهافير بتاع الاف جي بتاعك بطريقه فيري فليكسيبل. لو جينا نمسك بقى واحده من السي ال بيز دول اللي هم الكونفيجرابل لوجيك بلوكس ونحاول نبص عليها من جوه نشوف هي بتتكون من ايه، هنلاقي ان هي عباره عن رام زي ما قلنا الهاي اند اف جي اس بقى اللي هي بتستعمل سيلز ارت تكنولوجيز، كلهم بيستعملوا الاس رام. فاميليز قليله جدا هي اللي بتستعمل الاوبشن بتاع الفلاش. فبيكون عندي رام، فور اكزامبل انا عندي هنا 16 باي 1 رام، بعمل ايه؟ بدخل هنا الانبوتس بتاع اللوجيك فانكشن بتاعتي، وليكن انا عندي هنا 4 انبوتس اي بي سي دي. الاي بي سي دي دول هيدوك ايه؟ هيدوك 16 انتري، يبقى انا محتاج رام تكون ايه؟ يكون فيها 16 في الحقيقه 16 وورد. وبعد كده عندي هنا فليب فلوب، الفليب فلوب ده اقدر ان انا بقى لو انا عايز اعمل حاجه فيها سيكوينشال لوجيك واقدر اعمله باي باسنج برضو. يبقى لو انا عايز كومبينيشنال لوجيك هعمله باي باسنج بالشكل ده، لو انا عايز سيكوينشال لوجيك يبقى هعدي على الفليب فلوب بتاعي بالشكل ده. وبرضو اقدر اتحكم بقى انا عايز كومبينيشنال ولا سيكوينشال عن طريق سيل كمان هي اللي بتتحكم في الايه في الماكس اللي خارج عليه الفليب فلوب. طبعا بالنسبه بقى للكلوكس بيكون عندي بقى سبيشال راوتنج للكلوكس، يعني احنا قلنا بيكون عندي كونفيجرابل راوتنج وراوتنج سويتشز. الكلوكس بيكون ليها راوتنج طبعا منفصل زي بقى ما خدنا، بنستعمل فيه توب ميتال لايرز عشان احاول ان انا مينيمايز السكيو ومينيمايز الديلي ومينيمايز الجيتر والحاجات دي كلها. وفي الحقيقه طبعا مع السكيلنج داون زي ما كنا خدنا في محاضره السكيلنج، الوايرنج هو اللي بيدومينيت حاليا خاصه في الاف جي اس. ان انا بكون عايز بروجرامابيلتي عاليه فبيبقى في الحقيقه الداينستي بتاعه الوايرنج عاليه جدا، وهي اللي بتدومينيت التشيب بتاعتي سواء من ناحيه الداينستي او من ناحيه الديلي. قبل بقى موضوع الاف جي اي ما يبقى قوي جدا زي ما هو موجود دلوقتي، كان في برضو حاجه زمان بوبولار كان بيسموها الجيت اريز او السي اوف جيتس اس او جي. ايه السي اوف جيتس او الجيت اري دي؟ السي اوف جيتس ان انا هعمل مجموعه كبيره جدا من الترانزستورز بالشكل ده مثلا، انا عندي هنا مجموعه من الترانزستورز بس من غير الوايرنج، يعني من غير اللاير بتاعت الايه، من غير اللايرز بتاعت الميتاليزيشن. لو انتوا فاكرين لما كنا بنصنع السي موس تشيب كنا بنقول ان انا عندي فرونت اند اوف لاين وباك اند اوف لاين. الفرونت اند اوف لاين ان انا اصنع الترانزستورز، والباك اند اوف لاين ان انا اصنع الايه، ان انا اصنع الميتاليزيشن. فانا هعمل بس الفرونت اند اوف لاين، ان انا اعمل اري اوف ترانزستورز، وهسيب بقى اليوزر هو اللي يختار الايه، هو اللي يختار الكونكشنز تتعمل ازاي. فبالتالي اليوزر يقدر ان هو يوصل الترانزستورز دول باي طريقه هو عايزها، فبالتالي يقدر ان هو يبني اي لوجيك فانكشن هو عايزها. ففور اكزامبل مثلا انا حد اليوزر حاجه زي كده، مجموعه من الان موس ترانزستورز مجموعه من البي موس ترانزستورز مش واصلين ببعض، وهو بقى ممكن يوصلهم ببعض بالشكل ده كده عشان يبني ايه، عشان يبني 3 انبوت ناند جيت. طبعا خد بالك ان اليوزر دلوقتي انا هوفر عليه جزء كبير جدا من عمليه التصنيع، يبقى اليوزر دلوقتي اللي هيدفعه بس هو تمن الماسكس بتاعه الميتاليزيشن فقط لا غير، مش هيدفع تمن الماسكس بتاعه الايه بتاعه الترانزستور فابريكيشن. يبقى انا كده وفرت عليه جزء كبير من تكلفه التصنيع، ان احنا زي ما احنا عارفين تكلفه التصنيع بتاع معظمها في الحقيقه في تكلفه الايد، ان انا اصنع الماسكات نفسها. فانا كده هوفر على الكاستمر بتاعي جزء كبير من الماسكات، وفي نفس الوقت هدي لليوزر الفلكسبيليتي ان هو يعمل السيركت اللي هو عايزها، وفي نفس الوقت هدي له بيرفورمانس عالي جدا، لان ان هو في الحقيقه بقى ما عندوش مشكله الاوفر هيد بتاع الاف جي بتاع البروجرامابيليتي ده، هو هيعمل فانكشن معينه تتنفذ وخلاص. بس طبعا هو هنا بقى بيلوز ميزه بقى خطيره جدا في الاف جي ايز، ان انا اعدل في الديزاين بتاعي. بالنسبه للاف جي ايز الديزاين في الحقيقه عامل زي السوفت وير، يعني ممكن كل شويه تعمل ابديت للديزاين وتبعت للكاستمر بتاعك الديزاين الجديد يحمله على اف جي اي من غير اي هاردوير تشينجز.
لكن انت طبعا عندك هنا وانس ان انت عملت السيت اوف ماسكس بتاعت الميتاليزيشن ما اقدرش ان انا اغير فيها حاجه تاني. لو عايز اغير يبقى هعمل ماسك جديد. وبرده نفس الحكايه لو انا عملت التشيب بتاعتي, لو انا خلاص صنعت التشيب بتاعتي ما اقدرش ان انا اغير فيها تاني, لان في الحقيقه الفانكشن بتتحدد عن طريق ايه, عن طريق هارد كونكشنز بالايه, بالميتاليزيشن. ما اقدرش ان انا اغير فيها بعد الفابريكيشن. مع التقدم بقى الرهيب اللي حصل في الاف جي ايز سواء في الدانستي او سواء في السبيد, في الحقيقه الاوبشن بتاع الجيت اري ده بقى اوبسوليت وبقى نادرا ما يستخدم دلوقتي, خاصه زي ما انا بقى مع الميزه القويه جدا بتاعت الاف جي اللي هي ميزه الفلكسبيليتي اللي هي بتخلي عندك بقى يعني زي ما بتقول كده راحت بال, ان حتى لو عندك اي باج في الديزاين اقدر ان انا اصلحها او ان انا اعمل بعد كده امبروفمنتس في الديزاين بتاعي, ومجرد ان انا هعيد تحميل الكونفيجريشن زي ما بحمل السوفت وير. طب لو انت بقى الـ FGA مش بتناسب الـ requirements بتاعت البروجكت بتاعك, ساعتها لازم بقى تطلع خطوة كمان في السلم وتروح على حاجة أصعب بقى من الـ FGA. قد بالك ان احنا مش ماشيين في سكة من السهل للصعب. احنا بدأنا أول حاجة بالمايكرو كنترولر اللي هو سهل جدا جدا, هتشتري مايكرو كنترولر تحطه على PCB تكتب له بروجرام بالسي ويبقى البرودكت بتاعك جاهز للماركت. ما كفكش الكلام ده هتروح تجيب FGA, بس الـ FGA بقى لا ما ينفع لهاش واحد يكتب سي, انت لازم تجيب واحد بقى بيعرف يعمل ديجيتال ديزاين, هيكتب لك RTL كود, هيكتب لك VHDL او فيري لوج, ويعمل سينثس وبليس اند راوت, وقصه صعبه شويه مش اي حد يعرف ايه, مش اي حد يعرف يعملها. برضو البرفورمانس بتاع الاف جي ايز او السبيكس بتاع الاف جي ايز مش بتفيت مع البروجكت بتاعك, تطلع خطوه كمان لحاجه اصعب بقى, حاجه اصعب اللي هي ايه, اللي هي سيل بيزد ديزاين. سيل بيزد ديزاين اللي هو برضو بعض الناس بيسميه السيمي كاستم ديزاين فلو. سيمي كاستم ديزاين فلو او السيل بيز ديزاين ده اللي هو بيعمل ايه, ده اللي هو بيعتمد على ستاندرد سيل لايبراري. الستاندرد سيل لايبراري دي بتاخدها منين؟ يا اما بتاخدها من الفاوندري نفسه او تاخدها من لايبراري فيندرز, يعني ثيرد بارتي بيعمل اللايبراريز دي للفاوندريز. والستاندرد سيل لايبراريز دي تبقى لايبراري من السيلز بتنفذ الستاندرد فانكشنز. ايه هي الستاندرد فانكشنز؟ اللي هي الفانكشنز اللي انت كومنلي محتاجها, بتعمل لك انواع مختلفه من اللوجيك جيتس, انواع مختلفه من الفليب فلوبس, ممكن تعمل لك بعض اللوجيك سيركتس زي الادرز او المالتيبلايرز او غيرها. فبتعمل لك لايبراري من الايه, من الستاندرد سيلز ويز ديفرنت سترينثز, وكنا اتكلمنا عليها برضو قبل كده. طيب ايه اللي ممكن الاوبشن ده يعني يديهوني كميزه compared لل FGA؟ طبعا هيديك smaller area, much smaller area, much higher speed و much lower power consumption. دي ال benefits اللي انا هاخدها من ال ايه, من ال cell based design قصاد ال FGA design. طب طالما بقى ال cell based design في الميزات دي كلها, اما ال ايه اللي انا بخسره بقى قصاد ال FGA؟ اول حاجة خطيرة جدا بخسرها هي ال very high NREs اللي كنا اتكلمنا عليها بقى في محاضره الاي سي ديزاين ايكونومكس. ان ار ايز اللي هي نون ريكارنج انجينيرنج كوست. طب معظم النون ريكارنج انجينيرنج كوست بيكون موجود فين؟ بيكون موجود رقم واحد في الماسك سيت. انا في الاف جي مفيش حاجه اسمها ماسك سيت, انا باخد التشيب وبرمجها عندي, بوصلها بالبي سي وبرمجها وموضوع بسيط. لكن انت بتتكلم هنا على تشيب ديزاين بقى, بتعمل سيل بيز ديزاين, فانت بديزاين اي سي, انت اللي بديزاين الاي سي, فبالتالي هيعملوا لك الفاب هيعمل لك ماسك سيت خاصه بيك انت, وانت هتدفع ثمن الماسك سيت اللي هو زي ما قلنا بيزيد اكسبوننشالي مع التكنولوجي سكيلينج. طبعا ده غير بقى الان ار ايز بتاعه الديفلوبمنت نفسها بتاعه الايه, بتاعه الاي سي. طبعا الديفلوبمنت بتاع الاي سي اصعب بكتير, طبعا انك تجيب واحد زي ما قلنا انك تجيب واحد يكتب ار تي ال كود اصعب بكتير من انك تجيب واحد يكتب سي, وانك تجيب واحد يعمل لك سيل بيزد ديزاين اللي هو الفلو بقى بتاع سينثس وبليس اند راوت محتاج سكيلز اعلى بكتير من واحد يعمل لك ار تي ال عشان اف بي جي. محتاج يشتغل على تولز مختلفه, يكون عنده اكسبيرينسز مختلفه, يكون عنده باك جراوند مختلفه, فبالتالي انت محتاج يعني ديزاينر يكون عنده سكيلز اعلى, هيكون بسالري اعلى وهيكون موجود اقل في السوق. طب ده هيترجم لايه بقى؟ هيترجم لان انا اروح للسيل بيز ديزاين فلو ده هيكون جاستيفايد فقط لو انا عندي هاي فوليوم برودكشن. هو ده الحاجه اللي هتجاستيفاي ان انا اروح للايه, ان انا اروح للسيل بيز ديزاين, او ان انا اكون عايز بيرفورمانس عالي جدا, فبالتالي انا ما عنديش هاي فوليوم بس انا هبيع التشيبس بتاعتي دي بسعر عالي جدا, زي ما كنت بعمل تشيب مثلا لابلكيشن زي السبيس وزي الميليتري. الميليتري والسبيس لو انت بتتكلم على فوليوم مثلا ما بيشتروش فوليوم كبير, بس ممكن التشيب واحده تاخد 8000 التشيبس اللي هي بتتباع فور كونسيومر ايه,
for consumer products. ولو جينا نفكر اصلا يا جماعه، ما هو ال FGA نفسها عشان اعمل اصلا ال FGA، ما ال FGA دي نفسها الناس اللي بتعمل لها ديزاين دول بيشتغلوا يا اما سيمي كاستم ديزاين يا اما فول كاستم، ايه يا اما فول كاستم ديزاين. فانت محتاج واحد يعمل لك الايه، يعمل لك ال FGA، او ناس برضو اللي بتستعمل المايكرو كنترولرز. والمايكرو كنترولر ده برضو معمول بايه، معمول برضو بسيل بيزد ديزاين، او اجزاء منه معموله بفول كاستم، ايه معموله بفول كاستم ديزاين. ايه هو بقى الفول كاستم ديزاين؟ الفول كاستم ديزاين ان انا ما اشتغلش بستاندرد سيلز، ان انا اعمل كل حاجه فروم ايه، اعمل كل حاجه فروم سكراتش، مش هستعمل بري ديزايند سيلز. فلو قارنا ما بين بقى الايه السيل بيزد وما بين الفول كاستم، طبعا هنلاقي ان السيل بيزد هيبقى البرودكتيفيتي اعلى بكتير، ان انا معايا السيلز بتاعتي بري ديزايند، وبستعمل بقى الاوتوماتيد ديزاين فلو اللي هو بتاع السينثس وبتاع البليس اند راوت عن طريق ديجيتال اي سي ديزاين كات تولز اللي هي موجوده حاليا في الماركت بيرفورمانس يعني جيد جدا، وكل شويه بيتحسن عن ايه عن قبل كده. فبالتالي هيبقى البرودكتيفيتي بتاعه الديجيتال اي سي ديزاينر في السيل بيزد ديزاين اعلى بكتير من الفول كاستم ديزاينر، وده زي ما قلنا اللي بيترجم لايه، بيترجم لتايم تو ماركت. والتايم تو ماركت اللي هو اللي هيبقى قصير جدا في السيل بيزد ديزاين كومبيرد للفول كاستم، مع ان انا هوفر الان ار ايز بقى بتاعه الفول كاستم ديزاينر اللي هي هتبقى ان ار ايز بقى اعلى بكتير. ليه؟ لان زي ما قلنا بقى احنا بنقول دلوقتي ان ديجيتال اي سي ديزاينر محتاج سكيلز اعلى بكتير من الاف جي ديزاينر، والفول كاستم ديزاينر محتاج سكيلز اعلى بكتير من الديجيتال اي سي ديزاينر. ليه؟ ان هو بيتعامل بقى مع الترانزستورز، بيتعامل على الترانزستور ليفل، مش هيتعامل بقى مع الليفل ان هو بيكتب ار تي ال كود او بيكتب سكريبتس عشان السينثيسيس تول او سكريبت عشان البليس اند راوت تول. لا، ده بيشتغل على ترانزستورز، هو اللي بيعمل الايه كل حاجه بايده، هو اللي بيديزاين السيركت كلها بايديه. فطبعا ده هيترجم لايه، لتايم تو ماركت اطول بكتير، وهيترجم ل نون ريكيرنج انجينيرنج كوست بقى في الايه، في الديزاين كوست نفسها بتاعه الديزاينرز برضو اعلى بكتير. طب ايه اللي انا يبقى كده دي ميزه للسيل بيز ديزاين قصاد الفول كاستم، البرودكتيفيتي الاعلى، وده اللي خلاها ده المين ستريم دلوقتي فلو في الحقيقه. يعني انا عايز اعمل ديجيتال اي سي في العياده دلوقتي، المين ستريم فلو ان انا اعمل سيل بيز ديزاين، او اللي احنا بنسميه السيمي كاستم ديزاين فلو، ده هو الاختيار الطبيعي. امتى بقى اروح للاختيار التاني؟ لو انا عايز اجيب بقى اخر اقصى حاجه في التكنولوجي بتاعتي، عايز اجيب الماكسيمم بوسيبل سبيد، او عايز اجيب اللوست بوسيبل باور. يعني السيمي كاستم ديزاين هيبقى السبيد بتاعته اقل، هيبقى لوور سبيد، وهيبقى الباور كونسامشن بتاعه اعلى. الفول كاستم هو اللي هيبقى احسن بقى، فول كاستم هيديك ماتش هاير سبيد، وهيديك ماتش لوور باور كونسامشن، يعني باي مالتيبل تايمز. يعني مش بتكلم على 10% امبروفمنت او 20% امبروفمنت، لا، انت بتتكلم على 3x اور مور في الحقيقه امبروفمنت. طب امتى الكلام ده بقى يكون جاستيفايد؟ برضو لو انت بتعمل هاي فوليوم برودكتس، زي بقى مثلا زي انتل، مثلا انتل بتعمل مايكرو بروسيسورز بس بتبيعها بقى بالايه، بتبيعها بالملايين، مش بالملايين كمان، ده بقى اكتر من ملايين. فانت بتتكلم على فوليوم كبير جدا جدا، فده جاستيفايد ان انا ايه اعمل على الاقل الاجزاء كبيره من التشيب فول كاستم ديزاين. طب لكن لو انا الماركت بتاعي اقل، يعني مثلا الناس اللي بتعمل ريسك 5 كورز دلوقتي، مثلا اللي بيعملوا ريسك 5 كورز هل بيعملوا فول كاستم ديزاين؟ لا طبعا. ليه؟ لان الماركت ما يسمحش ان انا اعمل ايه، الماركت ما يسمحش ان انا اعمل فول كاستم ديزاين، فبيعملوا ايه، لا هنشتغل بالفلو بتاع السيمي كاستم، ايه بتاع السيمي كاستم ديزاين اللي هو السيل بيزد ديزاين فلو. طب الستاندرد سيلز بقى شكلها بيكون عامل ازاي؟ زي ما خدنا مع بعض قبل كده، الستاندرد سيلز بيكون ليها فيكسد هايت، بيكون عندي الريلز بقى قضبان القطر بتوع الباور والجراوند عند التوب والباتون. فهنا انا عندي اهو ده الفي دي بي ريل، وبعد كده عندي تحت الجراوند ريل، وبعد كده زي ما كنا قلنا بقى قبل كده السيلز بتكون كونكتد باي اباتمنت. يعني برص السيلز بقى دي كده، دي عباره عن سيل، برص جنبها سيل تانية، برص جنبها سيل ثالثه، برص جنبها سيل رابعه، وهكذا. فاعمل روز، اعمل روز اوف ستاندرد سيلز. الفي دي ريل بيكون كونتينيوس بالشكل ده، الجراوند ريل بيكون كونتينيوس، برضو الان ويل بتاعي بيكون ايه، الان ويل بيكون كونتينيوس. طبعا بيكون عندي البي موس ترانزستورز فوق والان موس ترانزستورز تحت بالشكل ده. فالنتيجه بقى ان انا بوصل السيلز بتاعتي باي اباتمنت، يعني برصهم جنب بعض، ده اللي فرض عليا ان انا يكون عندي فيكسد هايت. لكن هل بيكون عندي فيكسد ويدز؟ طبعا لا، الويدز بقى بيتغير من سيل ايه، بيتغير من سيل للتانيه. طبعا بقول فيكسد هايت، اقصد فيكسد هايت فور ا جيفن ستاندرد سيل لايبراري. لكن لما تروح من تكنولوجي للتانيه، او من لايبراري فيندر لايبراري فيندر تاني، ممكن تلاقيه بيستعمل هايت مختلف حسب الطريقه اللي هو عمل بيها ديزاين الستاندرد سيلز بتاعته.
طيب واحد هيقول لي طب ازاي بقى لو انا بصيت على الترانزستور ده كده اهو، هلاقي مثلا ان التشانل لينث مثلا هو ده كده اهو، اهو ده كده هو التشانل لينث، وان الويدز بتاع الترانزستور هو ده. طب طالما انا محدود بفيكسد هايت، ازاي اقدر ان انا اعمل ترانزستور بقى بويدز كبير زي ما خدنا مع بعض قبل كده بقى، بستعمل فكره المالتي فينجر، ايه المالتي فينجر ترانزستور، عشان اقدر ان انا اجيب ترانزستور بويدز كبير، ان انا بيكون عندي نفس السيل وليكن مثلا دي سيل بتاعه انفرتر ويز ديفرنت درايفنج سترينثز، بيكون عندك اكس ال واكس 1 واكس 2 واكس 4. اكس ال دي اللي هي بتبقى اللوست باور كونسامشن، بعد كده اكس 1 دي اللي ستاندرد، اكس 2 دي ضعف السترينث، اكس 4 اربع اضعاف السترينث. طبعا لما اقول سترينث معناها الكارنت، والكارنت معناه ايه؟ معناه ريزيستنس اقل، وده معناه ان هي تقدر تجيب ايه؟ تقدر تجيب ديلي اقل، اللي هو بنسميه بقى الاب سايزنج، ان انا اعمل اب سايزنج للسيلز، اكبر الويدز بتاعي زي ما كنا بقى خدنا بقى في محاضرات السايزنج بطريقه اللوجيكال ايفورت. طب لو انا عايز اعمل بقى بلوكس اعقد شويه زي ما احنا خدنا مثلا، عايز اعمل ادرز مالتي بلايرز الحاجات دي كلها، عندك اوبشن من اتنين، يا اما برضو يكونوا بروفايدد عندك في الستاندرد سيل لايبرري بتاعتك لو انت عندك ادفانسد ستاندرد سيل لايبرري، او كماكروز يعني موجودين عندك برضو، او بقى هتضطر ان انت تكتبهم في الار تي ال ويحصل لهم سينثس. ساعتها بقى الموضوع هيعتمد على ايه؟ هيعتمد على جوده السينثس تول بتاعتك، وزي ما قلنا مثلا بعض السينثس تولز بيكون معاها لايبراري، اللايبراري دي بيكون فيها ديفرنت اوبتمايزد ديزاينز للادرز او مالتي بلايرز او غيره، فتقدر انت تتحكم بقى في نوع الادر اللي انت عايزه ونوع المالتي بلاير اللي انت عايزه، وتعمل بقى تريد اوف ما بين السبيد والاريا والباور كونسامشن. طب لو انت بقى الكابابيلتيز بتاعت السيمي كاستم ديزاين فلو او السيل بيز ديزاين فلو ده مش مكفياك، ساعتها بقى لازم تروح لاعلى حاجه، اعلى حاجه اللي هي الفول كاستم ديزاين فلو. فول كاستم ديزاين فلو ده بيديك بقى انليميتد بوسيبيليتيز، انت معاك الترانزستورز ويعمل بيهم بقى اللي انت عايزه، قدامك الترانزستورز اعمل بقى السيركت بالشكل اللي انت عايزه، وصلها بالشكل اللي انت عايزه، تقدر زي ما قلنا تسكويز اقصى حاجه ممكنه في التكنولوجي، تجيب the lowest possible power consumption, the highest possible speed, the lowest possible area، تقدر تعمل كل الايه؟ تقدر تعمل كل الحاجات دي. وعلى فكره دايما بيكون الكابابيلتيز بتاعت الهيومن ديزاينر لما يعمل فول كاستم ديزاين احسن من الكابابيلتيز بتاعت السيل بيز ديزاين تولز، احسن من الكابابيلتيز بتاعت الاوتوماتيك سينثيس والاوتوماتيك بليس اند راوت تولز. انا ما روحتش للاوتوميشن تولز دي عشان هي احسن من الانسان، انا رحت لها عشان هي اسرع من الانسان، عشان هي برودكتيف عن الانسان، عشان هي بتوفر لي في التايم تو ماركت، وبتوفر لي في الايه؟ وبتوفر لي في الان ار ايز بتاعه الديزاينرز. طب امتى بقى هروح للفول كاستم ديزاين فلو؟ قلنا ده هيعتمد بقى على الفوليوم بتاع البرودكشن بتاعك، لو انت عندك فيري هاي فوليوم اوف برودكشن زي ما قلنا كده البروسيسورز بتاعت انتل او بتاعت اي ام دي، وعايز تعمل بقى كريتيكال بارت اوف ذا بروسيسور زي الداتا باث، ساعتها بقى ممكن تفكر في الايه؟ ممكن تفكر في الفول كاستم ديزاين. في الحقيقه شركات تانية زي مثلا زي ارم، زي ما قلنا ارم بتعمل ار تي ال في الحقيقه، بتعمل سيمي كاستم ديزاين، فشركات قليله دلوقتي في عالم الديجيتال هي اللي بتشتغل فول كاستم. زي ما قلنا ده لازم يكون جاستيفايد، يا اما ببرودكشن فوليوم عالي جدا جدا، يا اما بسبيكس عاليه جدا ما اقدرش اجيبها بالايه؟ بالسيل بيز ديزاين، وفي حد هيدفع قدام السبيكس دي. ما انا ممكن اعمل سبيكس عاليه بس ما حدش يشتريها، ما حدش عايزها، فلازم يكون في ماركت نيد. ماركت نيد حتى لو ابلكيشن، الابلكيشن ده هياخد فوليوم قليل بس هياخد بكوست عاليه جدا، زي الهاي اند اف جي ايز فور اكزامبل. انا عشان اعمل هاي اند اف جي ايز الديفلوبمنت بتاعها بياخد في الحقيقه ايفورت رهيب جدا، وبعملها في ستيت اوف ذا ارت تكنولوجي، فبتكون تكلفتها عاليه جدا، وفي نفس الوقت قليلين جدا هم اللي بيشتروها الهاي اند اف جي ايز. لكن ممكن تلاقي الاف جي اي الواحده بتتباع بعشرات الاف الدولارات. ليه؟ ان انا هاخد الاف جي اي دي واحطها برده في برودكت بيتباع بقى بالملايين، فبالتالي بيكون الموضوع وقتها جاستيفاي. طب ايه كمان احتاج بقى ان انا اعمله بالفول كاستم ديزاين؟ لو بقى بعدت عن عالم الديجيتال رحت العالم الانالوج والار اف، ساعتها مفيش حل قدامك غير الفول كاستم ديزاين. حاليا لحد دلوقتي مفيش تول بتقدر تعمل اوتوميشن للانالوج والار اف ديزاين. طب ايه كمان؟ الراجل نفسه اللي هيعمل ديزاين للسيل لايبراري، السيل لايبراري دي نفسها اللي بنتكلم عليها اللي هي الستاندرد سيل لايبراري اللي انا بستخدمها في السيمي كاستم ديزاين فلو، مين اللي عملها؟ اللي عملها فول كاستم ديزاينر. فبالتالي انا عمري ما اقدر ان انا استغنى عن الايه؟ عن الفول كاستم ديزاينر ده. انا بقيت احتاجه باعداد اقل من عن زمان، ايام ما كل حاجه بتتم بطريقه فول كاستم، فبدات بقيت احتاج ديزاينرز تانيين بسكيلز مختلفه، بيعرفوا يستعملوا السينثيس تولز، بيعرفوا يستعملوا بليس اند راوت تولز، لكن عمري ما هقدر ان انا استغنى عن الفول كاستم ديزاينرز. ايه كمان؟ في الميموريز، قلنا الميموريز بقى انت بيكون عندك يعني فيري تاف ريكويرمنتس على الدينستي وعلى السبيد، والسيلز بتاعتي في الحقيقه
بيكون ما هياش طبعا ما اقدرش اعملها عن طريق ستاندرد سيلز، فبالتالي الميموريز بتتم عن طريق الفول كاستم ديزاين. بس برضو انت بتحتاج دلوقتي عدد اقل من الايه، عدد اقل من الفول كاستم ديزاينرز عن زمان. برضو الاي او سيلز برضو دي بتتعمل لها فول كاستم ديزاين، فكل الحاجات دي بحتاج فيها فول كاستم ديزاينرز، سواء بقى يكونوا انالوج ديزاينرز زي هنا او يكونوا ديجيتال ديزاينرز زي السيل لايبريز والميموريز والاي او سيلز. طبعا خد بالك بقى ان كنا بنقول ان السيل لايبريز والميموريز مثلا بيتعملوا فول كاستم ديزاين، ده مش معناه برضو ان انا بجيب واحد يقعد يرص الترانزستورز بايده يعمل لها لاي اوت بايده، لا انا ممكن اعمل برضو سبيشالايزد كات تولز وسبيشالايزد سكريبتس تعمل اوتوميشن للايه، تعمل اوتوميشن للموضوع ده على قد ما اقدر، بس ده فلو مختلف عن الايه، عن الستاندرد سيمي كاستم ديزاين فلو. الستاندرد سيمي كاستم ديزاين فلو اللي هو بيستعمل الستاندرد سنسيتيف تولز والستاندرد بليس اند راوت تولز مش بيستعمل في الايه، مش بيستعمل في الابلكيشنز، يعني بحتاج سبيشالايزد تولز. بعض الشركات ممكن يكون بيديفلوب التولز الخاصه بيه، وبعض شركات الاي دي اي ممكن برضو يكون بيديفلوب تولز للاندستري. ففي حاجه بنسميها اللي هو جنريتورز او سيليكون كومبايلرز، دي اقدر ان انا استعملها عشان اعمل اوتوميشن لحد ما عمليه اللايبرري جنريشن، ان انا جنريت ستاندرد سيل لايبريز. وبرضه زي ما انتم عارفين بقى انا لما اعمل الستاندرد سيل لايبرري دي انا محتاج ان انا اجنريت فايلز، الفايلز دي بيكون فيها بيهيفيرال مودلز، بيكون فيها تايمينج انفورميشن، بيكون فيها اللوجيك فانكشنز والسكيماتكس بتاعت السيل لايبريز عشان تقدر التولز تتعامل معاها. برضه كل الفيوز دي، كل الديفرنت فيوز دي او ديفرنت فايلز دي اللي هي بتكاركترايز اللايبرري بتاعتي، في برضه سوفت وير تولز سبيشالايز سوفت وير تولز بيعمل لها اوتوماتيك جنريشن الى حد كبير. بس في الاخر برضه انا لسه عايز واحد ويز سبيشال سكيلز يقدر يتعامل مع التولز المخصوصه دي. فالباتوم لاين بقى عشان ايه، عشان نخلص موضوع الكاستم ديزاين ده، ان انت هتروح له امتى؟ هتروح له لو انت عايز الترا هاي سبيد، او لو انت عايز الترا لو ايه، الترا لو باور، او لو انت زي ما قلنا بقى عندك برودكشن فوليوم كبير جدا بجاستيفاي الاوبتمايزيشن اللي انت ممكن تعمله باستعمال الفول كاستم ديزاين كومبيرد للايه، كومبيرد للسيل بيزد ديزاين. طب هل احنا كده خلصنا الاوبشنز بتاعتنا كلها؟ يعني هل دي كده كل الاوبشنز لو انا عايز ابني الكترونيك سيستم معين؟ لا، في الحقيقه عندي اوبشن تاني بنسميه البلاتفورم بيزد ديزاين او الاس او سي سيستم اون تشيب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عايز ابني حاجه زي مثلا زي ما انا اصلا المايكرو كنترولر فور اكزامبل، ده عباره عن ايه، ده عباره عن سيستم معقد جدا فيه كومبوننتس كتيره. طب افرض ان انا عايز ابني سيستم، بس السيستم بتاعي ده ما اقدرش ان انا استعمل فيه مايكرو كنترولر عادي، انا عايز فيه فانكشنز معينه واكسلريتورز معينه وانالوج بلوكس معينه، ساعتها انا لازم اعمل الاس او سي بتاعي. طب عشان اعمل الاس او سي بتاعي ده هل معناه ان انا هعمل فول كاستم ديزاين؟ لا مش لازم. ازاي هعمل الاس او سي ومش هعمل فول كاستم ديزاين؟ ان انا هستعمل بقى اي بيز، اروح استعمل اي بي كورز واجمع الاي بي كورز دي بالطريقه اللي انا عايزها. فوانا افترض ان انا عايز اعمل تشيب معقده جدا، والتشيب المعقده جدا دي الجزء اللي هيبقى فيه بقى كونتريبيوشن من عندي اللي هعمل فيه ديفرنشيشن البرودكت بتاعي، ان انا بعمل مثلا ارتفيشال انتليجنس اكسلريتور، حاجه بتعمل ارتفيشال انتليجنس فانكشن بطريقه سريعه جدا وافيشنت جدا، وعايز اعمل الكلام ده كله في تشيب واحده، يبقى اروح اعمل ايه، هروح اشتري بروسيسور كور، هروح اشتري سي بي يو كور، وهروح اشتري ميموري كور، هروح اشتري ميموري هنا اهو احطها كور على ايه، كور على التشيب بتاعتي، وهروح اشتري مثلا اي بي كور بيعمل بي ال ال، وهروح اشتري اي بي كور بلوتوث، وهروح اشتري اي بي كور واي فاي، وانتجريت بقى الحاجات دي كلها على تشيب واحده. ففي الحقيقه هيكون المهمه اللي انت عايز تعملها كده انك ان معاك قطعه بازل، وانت عايز تجمع قطع البازل دي، عايز تبوت البلوكس دي ايه، عايز تبوت البلوكس دي مع بعض، وبعد كده تعمل بقى شويه حاجات ابلكيشن سبيسيفيك، او تعمل شويه بقى اديشنال ايه، اديشنال سيركتري هي اللي هتديفرنشيت البرودكت بتاعك. طيب الاول وهله بقى انت ممكن تقول طب الموضوع بسيط، انا كده هشتري اي بي كورز واجمعها، ده الموضوع بسيط خالص. لكن في الحقيقه انك تجمع تكونكت الكورز دي توصلهم مع بعض وتعمل بليسمنت اند راوتينج للبلوكس دي وتخلي التشيب بتاعتك اوبريشنال، في الحقيقه ده موضوع صعب جدا ومحتاج برضو اكسبيرينس عاليه جدا. في بقى بعض الشركات في الحقيقه زي ساي فايف اللي احنا كنا اتكلمنا عليها اللي هم بيعملوا ريسك فايف كورز، وفي برضو شركه اسمها اي فابلس، اي فابلس دي برضو بتحاول ان هي
تعمل اونلاين ديزاين، تعمل اوبرايزيشن يعني موديل زي اوبر كده لعمليه الديزاين. الشركات دي بتحاول تسهل عمليه الديفلوبمنت بتاع الاس او سيز، يعني بيخلي لك ان انت تعمل اس او سي، ده حاجه كانك بتفتح مثلا شويه مثلا فورمز كده ويزرد، كانك فاتح ويزرد عن طريق جي او اي، تمشي ستيب ورا ستيب لحد لما تكون الاس او سي بتاعك. وهما بقى بيعملوا هما السوفت وير تولز مخصوصه تبدا تعمل بليسمنت للاي بيز او البلوكس دي وتوصلها ببعض. بس طبعا ده برضو بيخليك محدود بالاوبشنز اللي موجوده في الايه اللي موجوده في الاس او سيز اللي هما بيعملوا لها اوفرنج. ما تقدرش تحط اي حاجه بمزاجك، هتبقى عندك شويه برضو ريستريكتد ايه ريستريكتد تشويسز. وما تنساش بقى ان انت لما تيجي تعمل في الحقيقه برضو الاس او سي بتاعك، فالموضوع بس مش الهاردوير كل حاجه، انت بتعمل الهاردوير ولسه كمان محتاج تكتب الايه محتاج تكتب السوفت وير، السوفت وير اللي هيخلي الهاردوير ده يشتغل ويعمل لك ايه ويعمل لك فانكشن مفيده. وفي الاخير بتلاقي ان في الحقيقه الديفلوبمنت ايفورت بتاع السوفت وير ممكن احيانا يبقى اكبر كمان من الديفلوبمنت ايفورت بتاع الايه بتاع الهاردوير. فطبعا محتاج يعني حد يكون عنده اكسبيرينس بقى عاليه هو اللي ياخد الديسيجنز دي في البروجكت. وازاي تعمل بارتيشننج بقى للايه ما بين الهاردوير والسوفت وير، ايه اللي هيتنفذ على الهاردوير وايه اللي هيتنفذ على السوفت وير، ايه اللي هيتعمل له اكسلريتورز مخصوصه وايه اللي هيتم عن طريق الايه الداتا باس العادي بتاع البروسيسور. كل ديزاين ديسيجنز دي في الحقيقه محتاجه اكسبيرينس، وطبعا بتختلف حسب الايه حسب الابلكيشن اللي انت عايزه وحسب الريكويرمنتس بتاعه البرودكت اللي انت بتعمله ديفلوبمنت. وبكده نكون وصلنا بقى لنهايه الجزء ده في المحاضره. ان شاء الله بقى في الجزء الجاي نعمل مقارنه ما بين الديفرنت ديزاين ميثودز اللي احنا اتكلمنا عليهم دول، وبعد كده نبدا نتكلم بقى على الستبس اللي انت ممكن تستعملها عشان تديفلوب الديجيتال اي سي ديزاين بتاعتك. هستناكم في الجزء الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.